أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسنة تترأس اليوم بالرباط الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، والتي تميزت بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في المؤتمر. ومن جزيرة لاس بالماس نرصد للمشاركة المجلس الإقليمي للطرفاية ضمن فعاليات معرض النقل واللوجستيك. وفي النشرة أيضا سنتابع إن شاء الله بالعيون لقاء تشاوري للجنة الجهوية لحقوق الإنسان حول انتظارات شباب المنطقة. أهلا بكم. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسنة رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة اليوم بالرباط الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المنعقد تحت الشعار من أجل تعاون إسلامي فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المؤتمر، والتي تلتها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسنة. تقرير في الموضوع للغاية كوارة. لثالث مرة ينعقد المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة بالمغرب، والدورة السابعة تتوخى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في المجال البيئي. دورة تترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة انطلاقة أشغالها، وقد وجدت لسموها في استقبالها بمقر منظمة الإسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام لمنظمة الإسيسكو والسيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وشخصيات سامية. كما تقدم للسلام على سموها السيدة مانغا كيتا حرمو رئيس جمهورية مالي ضيفة شرف المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تميزت بقراءة نص الرسالة الملكية التي وجهها صاحب جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في المؤتمر، التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسنة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. وقد أشار صاحب الجلالة في مستهل هذه الرسالة السامية إلى مختلف التحديات البيئية التي واجهها العالم، وإلى ضرورة التعاون والتفكير في آليات للتنمية المستدامة. لذلك أصبح لزاما علينا التدبر والتفكير لإيجاد آليات مستدامة وتدابير ناجئة لمواجهة هذا التحدي المناخي المتنامي الذي يؤرق المخصصين ويشكل تحديا لأجيال الحاضر والمستقبل. صاحب الجلالة ذكر أيضا في رسالته بالمراحل التي قطعها المغرب لأجل إرساء دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وانخراطه المتواصل للحفاظ على البيئة من خلال مشاريع وبرامج طموحة تنشد تعزيز الحكامة وتثمين الموارد الطبيعية والدعم الاقتصادي الأخضر. أولينا لمجال حماية البيئة مكانة متميزة ضمن الأولويات الوطنية لمواجهة التدهور البيئي، حيث انخرط المغرب خلال السنوات الأخيرة في مسار طموح مكننا من إدماج مبادئ التنمية المستدامة ضمن سياساتنا التنموية على جميع المستويات. وقد انعكست هذه المقاربة على التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريع والمال المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة في إطار تنمية مستدامة ضامنة للتوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة.
صاحب الجلالة أكد كذلك أن المغرب كان سباقا لتقديم مساهماته المحددة وطنيا في إطار تفعيل اتفاقية باريس للمناخ، التزامات دولية تصب كلها في الحد من آثار التغيرات المناخية. وأضاف جلالته أن المغرب سيحدث سوقا للكربون. وإننا لحريصون على مدى السنوات المقبلة على إحداث آلية لسوق الكربون مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة الكربون، مما سيمكننا من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة سواء على الصعيد الجهوي أو العالمي. وبغية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، جدد جلالة الملك أمام المشاركين في المؤتمر اقتراح المغرب إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة. وتجسيداً لالتزامنا بإقامة هذه المؤسسة، فقد تم اقتراح استضافة المملكة المغربية لهياكلها من خلال تخصيص وعاء عقاري بعاصمة المملكة الرباط تتوفر فيه كل مقومات نجاح المشروع، كما سيتم تصميم وإنجاز مختلف مرافقها وفقاً لمعايير البناء الأخضر والمستدام. وإننا واثقون بأن إنشاء هذه الأكاديمية سيساهم في تعزيز قدرات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على الانخراط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل الآجال المحددة لذلك، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السادس ملك المغرب. واعتماد آليات مستدامة وتدابير ناجعة لمواجهة التحدي المناخي من بين أهداف المؤتمر العربي الأول للنباتات الطبية والعطرية الذي احتضنته كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار النباتات الطبية والعطرية من أجل تنمية مستدامة. فعاليات طرحت للنقاش عددا من المواضيع، من بينها دور شجرة الطلح في محاربة التصحر والتنمية المستدامة. التفاصيل في متابعة محمد المصطفى خية، محمد خراشي وخالد الجزولي. هي ندوة علمية برحاب كلية العلوم والتقنيات بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وأخذت كشعار تثمين النباتات الطبية والعطرية من أجل التنمية المستدامة. أساتذة باحثون ومهتمون بالمجال ركزوا في مداخلاتهم على مجموعة من المحاور، من أهمها دور شجر الطلح في محاربة التصحر والتنمية المستدامة، ودور البحث العلمي في تثمين المنتجات النباتية والعطرية، إلى جانب تشبث المجتمعات العربية كنموذج مجتمع الصحراء بالصبغ العربي أو ما يطلق عليه محليا بالعلك، وكيفية استعماله في بعض الأوقات كدواء لمجموعة من الأمراض. ولا يخفى عليكم شجر الطلح ما تكتسيه من أهمية في هذا المجال هذا، لأن شجر الطلح كيف يطلقوا عليها بعض الدكاترة وبعض المهتمين أنها ذهب الصحراء الأخضر، وفي هذا الباب هذا احنا نتمنى أن المحافظة عليها من أجل تثمينها. مؤتمر جد هام بحيث حظي بالرعاية المولوية الشريفة لجلالة الملك بحضور نخبة وازنة من الباحثين العرب ومراكز البحث مراكز البحث، يهدف إلى تسليط الضوء على تثمين النباتات الطبية والعطرية وكذا تبادل الخبرات بين الباحثين العرب. أن قطاع النباتات الطبية والعطرية في المغرب لا زال يعرف فراغا كبيرا من الناحية القانونية، فيجب حماية لا المشتغلين في هذا المجال يعني الأطراف التي تبيع هذه النباتات، وكذلك حماية المستهلكين. عمر هذه الندوة يومان وشهدت توزيع مجموعة من الشواهد التقديرية والجوائز على المشاركين، وخلص هؤلاء في ختام هذه الندوة لمجموعة من التوصيات الرامية لتثمين الحفاظ على النباتات الطبية والعطرية من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالمجتمعات المحلية.
إلى جزيرة لاس بالماس بجزر الكناري، حيث شارك اليوم وفد يمثل المجلس الإقليمي لطرفاي في افتتاح أشغال صالون النقل واللوجستيك السادس، والذي يشهد مشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة والمعنية بالنقل واللوجستيك. تفاصيل أكثر حول حضور وفد الطرفاية الذي يحمل ملفا اقتصاديا متكاملا حول الخط البحري طرفاية فوينتي بنتورا في هذا الملتقى الدولي في مراسلة الزميلين محمد تروزي وعبد الله المحمودي. النقل واللوجستيك عنوان المعرض الدولي الذي احتضنته جزيرة لاس بالماس من جنوب المملكة المغربية. حضر وفد يمثل المجلس الإقليمي لطرفاية من أجل بحث سبل ربط علاقات ثنائية مع شركات ومؤسسات وإدارات بجزر الكناري في خضم الطفرة العالمية التي تعرفها المبادلات التجارية وكذا تطور وسائل النقل خاصة في المجال البحري. مسؤولون بحكومة لاس بالماس لم يفوتوا فرصة حضور منتخبين من مجلس إقليم طرفاية للإشارة وكذا الإشادة بالأدوار التي يلعبها النقل البحري في تطوير العلاقات التجارية وربط جزر الكناري بإفريقيا بشكل عام. من خلال صالون النقل واللوجستيك في نسخته السادسة نعيد الحوار حول هذا القطاع الذي يلعب أدوارا هامة فيما بين الجزر ومع جيرانها خاصة المغرب بحكم قربه من هذه الجزر. لهذا يحضر وفد خاص من المغرب من الطرفاية والذين يعملون مع مستثمرين ومسؤولين إسبان من أجل إتمام ربط جزر الكناري بالطرفاية في القريب العاجل، ما سينعش الاقتصاد بالبلدين. هذا اللقاء تم تنظيمه لحلحلة جملة من الإشكالات وفتح أفاق عديدة في مجالات النقل واللوجستيك ولقرب المغرب أيضا من جزر الكناري. نعمل من أجل فتح الخط البحري بين الطرفاية وجزيرة فوينتي بنتورا قريبا. هنا في حفل افتتاح المعرض الخاص بالنقل واللوجستيك حضر وفد عن المجلس الإقليمي لطرفاية حاملين معهم ملف الخط البحري وأفاقه التنموية والاقتصادية بين البلدين وكذا باقي بلدان إفريقيا. النقل أولا هو شريان لله نعتمد عليه احنا كمجلس في تحريك الاقتصاد بمدينة طرفاية، لأن الخط البحري اللي يعود من بين جزيرة فورتافنتورا وطرفاية هو يعتمد على النقل البحري خصوصا، وبالتالي احنا حضرنا اليوم باستدعاء من أصدقائنا هنا بحكومة الجزر الكناري من أجل الحضور لهذا الصالون اللي هو جد جد مهم، ولكن نتأسف على أن الوزارة الوصية ما حضرت بالرغم من استدعائها مركزيا وجهويا، وبالتالي كان عندنا واحد النقص كبير في عدم حضور يعني الوزاره الوصيه، لان هي اللي تقد تفيد اكثر في المجال، ولكن تدخلنا في حدود اللي نعرفه، وان شاء الله هذا الصالون هو جد جد مهم وتعرفنا على مجموعه من الامور اللي تساعدنا في افق فتح الخط البحري. صالون النقل واللوجستيك لديه أهمية كبيرة بالنسبة لجزر الكناري خاصة هذه السنة، إذ يتجه إلى العلاقة مع الطرفاية، وإذ نطمح من خلال هذه العلاقة إلى افتتاح الخط البحري بين جزر والطرفاية قريبا، ما سيجعل الطرفاية نقطة الالتقاء بين البلدين، وستصبح بذلك ذات أهمية كبرى في النقل البحري بالمحيط الأطلنطي. من ناحيتنا احنا كممثلين نمثلوا المجلس الإقليمي لطرفاية ونمثلوا المملكة المغربية، هذا يضيف نقلة إضافة مهمة بالنسبة لنا، لأنه له يقوي العلاقات التجارية معنا والاقتصادية، وذلك بحلمنا الكبير هو انطلاق الخط البحري اللي هو نعتمد عليه في رفع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية إلى الأمام ما بين المملكة المغربية وبين المملكة الإسبانية. هنا بلاس بالماس يشارك وفد من المجلس الإقليمي لطرفاية في المعرض الدولي الأطلسي للوجستيك والنقل، والغاية الأساس ربط جسر التواصل والاتصال مع العديد من المؤسسات الإسبانية والدولية خاصة فيما يتعلق بالنقل البحري. محمد التروزي عبد الله المحمودي لقناة العيون من وسط المعرض الأطلسي للوجستيك والنقل لاس بالماس. بالعيون، نظمت اللجنة الجوية لحقوق الإنسان العيون السمارة لقاء تشاوريا مع عدد من شباب الإقليم تمحور حول انتظارات وتطلعات هذه الفئة. التفاصيل بمتابعة عياد السرسي ومحمد مشنان. هو لقاء تشاوري مع عدد من شباب المنطقة للنقاش حول تطلعات وانتظارات هذه الفئة من اللجان الجهوية للمجلس، نقاش يأتي لتعزيز التفاعل المباشر مع الشباب حول عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، خصوصا في مجالي النهوض بقيم حقوق الإنسان وإعمال مبدئي المشاركة.
فتح الأوراش للنقاش والحوار والتواصل بشكل لائق، وهذه يعني ليست المرة الأولى اللي تنظموا اللجنة، لأن اللجنة دائما مشتغلة طول السنة مع الشباب. كان لقاء يقدر لأنه وجه دعوة لجميع الفئات المجتمع، وهذا أمر يحترم لأن هذه اللجنة عندها عدة أنشطة أخطبوطية في جميع الملفات والقضايا المحلية، وطبعا لحد الآن المداخلات كانت في الصميم، مداخلات هادفة وشاملة، ونتمنى إن شاء الله التوصيات وتقرير العمل اللجنة يعود مولي شامل وهادف. لقاء يأتي في إطار دعوة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تخليد اليوم الإفريقي لحقوق الإنسان عبر بلورة أنشطة تساهم في تعزيز حماية الحقوق والنهوض بها على المستوى الإقليمي. هذه مبادرة جيدة وتتناول نقاشا حول انشغالات الشباب المغربي والشباب الإفريقي عموما، لأن مستقبل العالم بين أيدي الشباب، لذا فهذه المبادرة مناسبة لا سيما بالنسبة للمهاجرين الذين يتواجدون هنا ويحملون شواهد علمية، والذين هم بحاجة إلى هذه التكوينات المهنية التي من شأنها مساعدتهم على الاندماج. هذا لقاء تشاوري مع مجموعة من الشابات والشبان، أولا الغرض منه هو التواصل الانفتاح على هذه الفئة، التعرف على الانشغالات والانتظارات الآنية والمستقبلية، وإيجاد سبل ووسائل من أجل يعني الانخراط في ورش التغيير وفي ورش يعني الإصلاحات والإحساس بالمسؤولية، وأيضا إعطاء الفرصة للشباب من أجل تحديد طريقة مشاركتهم ومساهمتهم في التنمية وفي الولوج إلى كل الحقوق المتبقية في هذا الشأن. هو نقاش مفتوح إذن مع شباب المنطقة بالنظر لأهمية هذه الفئة في البناء الديمقراطي من جهة، ومن جهة ثانية وفاء للالتزامات الدولية وإعمالا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة. وبهدف الرفع من قدرات الجمعيات العاملة في مجال الرياضة بجهة الداخلة ووادي ذهب، نظمت المديرية الجهوية للشباب والرياضة لجهة الداخلة ووادي ذهب دورة تكوينية في موضوع الأحكام العامة المنظمة لعمل الجمعيات الرياضية وكذا القاعات الخاصة، وذلك في ظل قانون التربية البدنية والرياضية 30/09. المزيد مع بكار دريمي ومحمد الدس. موضوع الأحكام العامة للقانون 30/09 والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية هو موضوع هذه الدورة التكوينية التي تهدف إلى الرفع من مستوى الرياضي بجهة الداخلة وادي الذهب ومواكبة الجمعيات الناشطة في المجال الرياضي بشكل عام على التنظيم، من خلال التركيز أيضا على دليل استغلال القاعات الخاصة. هذا التكوين الذي استفادت منه عدد من جمعيات جهة الداخلة وادي الذهب في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة للرفع من المستوى الرياضي داخل الجهة، تنظم هذه الدورة التكوينية لفائدة الجمعيات التي تشتغل في حقل الرياضة. الغاية من هذه الدورة هو تحسيس جميع الممارسين بالقوانين الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي للمكون للجمعيات في إطار واحد البرنامج اللي محدده المديرية، وخصصنا فيه موضوع ديال القانون الجديد 30/09 واللي نباطق عليه واحد القانون الأساسي نموذجي اللي خاص بهذه الجمعيات الرياضية. الجديد أنه هذا القانون هذا غادي يأثر المشهد الرياضي في الجهة بالخصوص، وطبيعة الحال غادي يحدد مجموعة ديال المعايير اللي غتتمشى عليهم الجمعيات الرياضية. القوانين الجديدة وأهميتها في مجال إنشاء وتكوين والعمل بجمعيات في المجال الرياضي مواضيع تم التطرق لها خلال هذه الدورة التكوينية من خلال العروض التي قدمت. أنا جد سعيدة بحضوري اليوم في هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها بجهة الداخلة والذهب اللي مشكورة عليها المديرية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة. هذه الدورة التكوينية الأولى كما أشرت تدخل في إطار النظام الأساسي الجديد الذي ينظم الجمعيات الرياضية بالجهة. قطاع الشباب والرياضة قطاع مهم يسعى القيمون عليه إلى تطويره من خلال النهوض بهذه الجمعيات
ومحاولة مواكبتها تقنيا وقانونيا للاشتغال وتكوين أجيال رياضية. في الشأن الديني، أحيت مكونات عن قبائل أيتوس وكنت بجماعة ربيرات القروية بإقليم السزاك الموسم السنوي للولي صالح سيدي محمد الكنتي وللشيخ محمد الخليفة وللشيخ سيد المختار الكنتي، مناسبة سنوية لاستحضار مناقب وجليل علم هذا العالم الروحي والجهادي. في المتابعة حافظ مختار غالي القارحي ومحمود شركي. منطقة غورغنيفيدة التابعة ترابيا لجماعة البويرات القروية وتحديدا هنا بمرقد الولي الصالح سيد محمد الكنتي ولد الشيخ محمد الخليفة ولد الشيخ سيد المختار الكنتي الكبير، حيث يحرص حفدة هذا العالم الروحي والجهادي على تجديد موعد اللقاء سنويا عند هذا الضريح الطاهر لإحياء ذكرى رحيل هذا العلامة الذي اشتهر بنشر العلم والمعرفة وإشاعة قيم السلم والتسامح والمحبة، فضلا عن أدواره القيادية في الجهاد ضد الوجود الفرنسي بالمنطقة. هذه الزيارة اليوم اللي خلاه لوائل من قديم الزمان من 1862 ليومنا هذا، كانوا جميع القبائل توسا والقبائل الصحراوية وقبيلة كنتا اللي هي معنية في الدرجة الأولى للولي الصالح. أنا في هذه الزيارة اليوم أتيان لتصل الرحيم قلنا في هذا التاريخ اللي ذا هو، وفي هذا الباب هذا كان طلبوا من الله تبارك وتعالى، الله يرحم هذا الصلاح هذا الوالي واللي معاه، وكان طلبوا من الله تبارك وتعالى الله ينصر ملك البلاد. هاي الزيارة عبارة عن صلة رحيم وتلاقي بين الأخوة وتتجابر فيها الدمية بينها كاملة والتعارف، والزيارة لها مدة طويلة على هذه الصيغة اللي ماشي عليها من حوالي 1862 تقريبا إلى حد الآن، لازالت قائمة بها أفراد القبيلة وكذلك المحبين لأفراد القبيلة اللي ننتمى لها الشيخ، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تستمر دائما وتبقى مستمرة إلى أن يرث الله الأرض من عليه. الحق هذه الزيارة نبغو باش تكون زيارة يوما ورا يوم تتطور أكثر، ليكون الوالي الصالح راه متوفي 1862 اللي متوفي في هذه المنطقة هذه، وإحنا في الحق هذه المنطقة منطقة معروفة ومنطقة لها باع واسع، ونتمنى أن الكل يساهم في إنجاح هذه الزيارة. اللقاء السنوي عند مرقد الولي الصالح مناسبة لاستحضار سيرة ومناقب وجليل أعمال الرجل الذي كرس حياته لخدمة قضايا الوطن ونشر العلم والمعرفة وتنشئة الأجيال تنشئة صالحة. رصيد علمي وجهادي توقف عنده متداخلون خلال هذه الاحتفالية المكرمة لروح الفقيد. الولي الصالح عنده تاريخ عريق الحمد لله معروف على الصعيد الوطني، لا من الناحية الجهادية ضد المستعمر الفرنسي ونشر العلم الحمد لله هذا الشيء موروث، وشاكرين قبائل توس لهذه الزيارة لهذا الولي اللي صح حق هو منها، هو من قبائل توس ويتوس من قبائل تكنة، والله معناها كنت، وهذا لا غروة إذا قال فيه حد قد ما قال فيه ما له يقول فيه صح حق اللي مسات قال واللي مازال يدور قال، وجزاهم الله خيرا وإحسانا. هذه الزيارة هي عادة قديمة عند القبائل الصحراوية من ضمنها قبيلة إيتوسا على الخصوص قبيلة إيتوسا اللي كانت تزور هذه الزيارة من زمن قديم وورثتها من السلف، ونحن كشباب دورنا يجب أن نمشي على خطى هذا السلف، ويجب إحياء هذا التراث وإحياء وتعريف بهم بالنسبة للجميع. لقاء سنوي إذن تحرص مكونات المنطقة على إحيائه قبالة ضريح هذا الولي الصالح المتوفي سنة 1864 للميلاد، لقاء يحيي سنة السلف الصالح ويكرم روح عالم خلف رصيدا مشعا تستنير به الأجيال المتلاحقة. الورقة الفنية لنشر الليلة من دار الثقافة الشيخ سيد أحمد قيبي بسمارة، حيث كان جمهور المدينة على موعد مع العرض المسرحي لموسوس الفرقة
لفرقة أوديسا العيون. العمل المسرحي يواصل جولته بالجهات الجنوبية تنزيلا لبرنامج توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية. روبورتاج في الموضوع ليوسف زعواطي ومبارك الباس. قلت أنا مع راسي صابلي صابلي وتحيي فال شويمة سعاد والمهيد والبقية من شخوص العمل المسرحي الموسوس عبروا بمريض الوهم لمؤلفه الفرنسي الشهير موريال إلى عوالم تشتهى من فرجة الكوميديا الهزلية. وصفة أوديسا العيون أضفت إبداعا لا تخطئه العين يمحث من توظيف التراث الحسني على خشبة المسرح. عمل يتحدث عن شخصية فال، شخصية مريضة بالوسواس القهري مرتبطة دوما بالأطباء وبتعاطي الأدوية، الشيء اللي يخليها ثق أكثر في كل من هو يعني طبيب، الشيء اللي كيأثر على حياته الخاصة وعلى علاقاته الاجتماعية وكيجعله ينخدع في مجموعة من الأشخاص والأشياء، والشيء اللي كيأثر أيضا على علاقاته الشخصية بالبنت ديالو لدرجة أنه كيقرر يتحكم في مصيرها لا لشيء إلا لأنه يريد دائما تقرب للأطباء. دوري أنا فيه يعني ديك الفتاة المهذبة اللي كتسمع لبوها الكلام واللي هي طيبة وعيال بوها الشريرة، كاين أحداث كثيرة ومسرحية يعني في المستوى حق المشاهدة. موسوس أوديسا العيون يتوسط سلسلة حلقات إبداعية تبشرها الفرقة المسرحية وتنفتح على تكوين الفاعلين المهنيين من محترفي الإبداع المسرحي في مجالات الكتابة والارتجال والإدارة الفنية ضمن برنامج توطين الفرق بالفضاءات المسرحية. هناك كذلك اتفاقية موقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بين جهة العيون وبين وزارة الثقافة، الهدف منها في أحد المحاور هو تنشيط ثقافي وإعادة الاعتبار للتراث الحساني بمبلغ مالي تقريبا يفوق 17 مليون ديال الدرهم، وسيكون قطاع المسرح يعني حصة الأسد في هذا البرنامج. بالتالي يمكن أن نقول أنه هناك بداية للنهوض لفعل ثقافي ومسرحي خصوصا في جهة العيون الساقية الحمراء وخصوصا في إقليم السمارة. بعد أقاليم إقليميم طنطان والعيون السمارة حجزت أوديسا العيون تذكرة عبور الموسوس صوب فعاليات المهرجان الوطني المزمع تنظيمه بتطوان نهاية نوفمبر القادم. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير لغالي الجرح. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأخبار، وكتبت أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أمس الثلاثاء أن الأولويات الثلاث المتمثلة في بلورة نموذج تنموي جديد وجهوية فعالة والنهوض بالشباب تشكل عناوين بارزة لخطة عمل تشاركي تعطي الإجابات الصحيحة الواقعية والملموسة لتحديات الفترة المقبلة. وأوضح بوسعيد خلال تقديمه للمضامين الكبرى لمشروع قانون المالية 2018 أن هذه الأولويات ستكون نبراسا للعمل الحكومي خلال هذه الولاية من خلال الانكباب الفوري وعبر إشراك كافة الفاعلين المعنيين وعلى رأسهم ممثلي الأمة على وضع وبلورة التصورات والرؤى الكفيلة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية. يومية الاتحاد الاشتراكي كتبت في عددها الصادر يوم غد صادق البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء بستراسبورغ بأغلبية ساحقة قدرت ب 511 صوتا على الاتفاق الأورو متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية مع المغرب، وهذا ما يشكل صفعة للجزائر بعد تصريحات وزير خارجيتها الذي وجه اتهامات باطلة للخطوط الجوية الملكية المغربية. ويرم هذا الاتفاق الذي يتضمن قرارا لمجلس الاتحاد الأوروبي حول التوقيع باسم الاتحاد على الاتفاق الأورو متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى، فتح الأسواق وتحقيق تقارب بين التشريعات بين الطرفين خاصة حول العناصر الأساسية للقوانين الأوروبية في مجال الطيران بما فيها جانب السلامة والقوانين الاقتصادية وخاصة المنافسة والمراقبة الجوية وحماية المستهلك. كما يتضمن الاتفاق مقتضيات في مجال الاستثمارات المشتركة على ضفتي البحر المتوسط. صحيفة الأحداث أنفو كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية أوقفت مصالح الدرك الجزائري أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 5 شاحنات محملة بالوقود لصالح القيادي في البوليساريو محمد لمين البوهالي، وبعد فترة قصيرة من علمه بعملية التوقيف تدخل البوهالي وطلب من قائد الدرك بتندوف السماح للشاحنات بالمرور مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم مغربي. يذكر أن محمد لمين البوهالي كان يشغل منصب ما يسمى وزير الدفاع بالبوليساريو ووزير البناء والإعمار ضمن الحكومة الجديدة، وهو من القياديين الكبار داخل جبهة البوليساريو.
ومن يومية الصباح نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس. وكتبت اختار منظمو الدورة 19 لنصف ماراثون العيون تاريخ 5 نوفمبر المقبل لتنظيم السباق الذي سينظم تحت شعار الرياضة في خدمة التنمية الجهوية والوحدة الترابية. وذكرت الصباح أن هذه الدورة التي تنظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وعصبة جهة العيون الساقية الحمراء ستعرف مشاركة عدائين دوليين. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مبارك والسيد عن عمر يناهز 79 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة ترقيبات السواعد. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم صاب محمد ناجي عن عمر يناهز 61 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أيس ياسين. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة الدي البتور من سيدي والسيدي الحسن عن عمر يناهز 80 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة توبات. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة سركوح البتول من تعالي والحمادة عن عمر يناهز 79 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة إيتوسا إيت وعبان. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غدا إن شاء الله والتي تشير إلى أن الأجواء ستكون عموما صحوة. درجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط و ثلاثون درجة. ثلاثين درجة أيضا بسيدي إفني قليميم 29 آسة 28 زاك 32 الطنطان 34 الطرفاية العيون 32 السمارة 33 بكراع 36 درجة بفجدور. قلت الزمورة 30 درجة مضريقة 31 درجة الداخلة 35 درجة أوسرد 34 درجة القويرة 37 درجة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 8:02 أما الغروب فسيكون على الساعة 7:10. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا كان هذا كل ما لدينا الليلة. وإليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسنة تترأس اليوم بالرباط الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة والتي تميزت بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في المؤتمر. ومن جزيرة لاس بالماس رصدنا لمشاركة المجلس الإقليمي للطفاية ضمن فعاليات معرض النقل واللوجستيك. وتابعنا في النشرة أيضا بالعيون لقاء تشاوري للجنة الجهوية لحقوق الإنسان حول انتظارات شباب المنطقة. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الانترنت snrtape.com. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية corkas.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا إن شاء الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15 بإذن الله. لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله.